هلا صبايا، كيف حالكم؟ شو اخباركم اليوم؟ عندي حفله تنظيف لفراشي الميك اب، عندي بدي اورجيكم، بدي اشرح لكم عن هذا الجهاز. جهاز زي ما شايفين. اوكي، بنحط هلا بطاريات، وطبعا بيجي مع الجهاز الجلده اللي بتحطي عليها فراشي الميك اب. طبعا حاطين لك كل السايزات تاعون فراشي الميك اب. اوكي، وبتحطوا هون اي نوع مزيل ميك اب او اويل او صابون او اي اشي، وتحطوا مي. وهلا برجيكم كيف بدي انظف الفراشي عندي. طبعا زي ما بنعرف انه تنظيف فراشي الميك اب اشي كتير ضروري مهم صبايا كل شهر، لانه بجمع بالفراشي الميك اب بكتيريا وساخ كل هالامور، وهاي شغلات ممكن انها تاذي العين، ممكن تاذي البشره، فلازم كل شهر ننظف فراشي الميك اب خاصة فينا. تطلع هلا بطاريات، وراح اجيب البرش تاعوني احط مي وصابون، واجيكم كيف ننضف الفرشاي. تطلع هلا بطاريات، وراح ارجيكم قاعدة الجهاز. اوكي، على شكل مثلث، والجلدات كمان من تحت على شكل مثلث عشان تركبوها هون. اوكي، وتحطوا سايز الفرشاي هون. هلا برجيكم، هاي زي ما تشوفوا ركبتها انا هون. بحط هلا حجم الفرشاي اللي بدي اياه هون، بس تكبسوا هاي، شايفين؟ يلا هلا برجيكم، هاي زي ما تشوفوا ركبتها انا هون. بحط هلا حجم الفرشاي. اوكي صبايا، تضغطوا على هاي، طلع كيف. هيك نظفناها، خلصت. طبعا دايركت تجيبي منشفة وبتحطيها على المنشفة، شوفوا كيف رجعت نظيفة، سهل كتير، يعني بأقل من ثانية بتكوني طبعاً شوفوا من أول فرشاي، من أول وحدة طلعوا المي، بس شوفوا لي منظر المي. هاي أول فرشاي، بتخيلوا الفراشي هدول إذا ضلوا على وقت طويل ما تنظفوا، إيش ممكن يصير ببشرتك، بعيونك، ايش البكتيريا ممكن تفوت، يعني تخيل كمية الوسخ اللي بتعلق فيهم على مدى الفترة هاي طويلة اذا ما نظفتيها شو ممكن يصير. فانا عم بورجيكم المي بس من اول وحدة، شوفوا كيف، شوفوا من اول وحدة شو صار المي. وشوفوا النظافة كيف صارت قبل، ولكم كانت سودة مش مسموح، طلعوا هاي بين لونها الأصلي مش مسموح بأقل من ثانية. شوفوا لي نظافة الفراشي بعد ما نظفتهم بهذا الجهاز، مش مسموح بالمعلمة، طلعوا ما أحلاهم، مش كيوت. بدي أرجيكم هدول الفراشي. أول إشي بدي أحكي قديش كلهم كيوت ولطيف، وتاني إشي بدي أحكي لكم صبايا عن الكواليتي تبعهم، يعني الكواليتي تبعهم مش مسموح قديه حلوين، مش عاديين قديه حلوين، سطلوا 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 عشان